الأزمة الخليجية كانت أحد محاور اللقاء الذي جمع في الولايات المتحدة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع وزير الخارجية الأمريكي. وقد أكد سعادته استعداد دولة قطر للحوار غير المشروط والمبنية على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. وفي السياق ذاته أشار سعادته إلى أن جهود وساطة الكويت في الأزمة ما تزال مستمرة. وفي قصر الأمم المتحدة بجنيف تم تدشين قاعة أسهمت دولة قطر في تجديدها، وتأتي هذه المساهمة في نطاق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة قطر والمنتظم الأممي خدمة للسلم والأمن والتعاون الدولي. وقد أشادت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بهذا الدعم، معتبرة أن تجديد هذه القاعة جاء نتاجا لسخاء وكرم دولة قطر على نحو تعرب فيه عن التزامها بدعم الجهود الدولية للحفاظ على كيان الأمم المتحدة وتحديثها. وقدمت دولة قطر هذا الدعم بمقتضى مذكرة تفاهم أبرمتها مع منظمة الأمم المتحدة على هامش منتدى الدوحة العام الماضي، تتولى بمقتضاها دعم عمل الأمم المتحدة والهيئات والوكالات التابعة لها. كما تم على هامش نسخة الشبابية الثانية لمنتدى الدوحة التي التأمت هذا الأسبوع توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب لدعم التعاون في البرامج والمشاريع المشتركة. الدوحة شهدت كذلك انعقاد النسخة 14 من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط. المؤتمر طرح جملة من القضايا الجوهرية على غرار التحديات الرئيسية للتحول الاقتصادي إثر الأزمة السورية على الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا، وتداعيات تغير السياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط على اقتصاد المنطقة. كما تناول المؤتمر موضوع القومية في مواجهة العولمة ودور المدن الكبرى في تغيير الشرق الأوسط، وهي مضامين تتعلق بما يشهده عالم اليوم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية تنطوي على مخاطر تهدد النظام والأمن العالميين.